الاثنين 10 سبتمبر 2012، اليوم حضرنا لكم غناية الفنان المايسترو حمى الهمامي مع فرقة معارضة ستارز. لكن قبل الغناية فما حادثة غريبة اليوم في بير جرب ساعدك. قال لك سيلباجي قائد السبسي مشى يزور في البير يلقاه يتكلم وحده. يا سيلباجي يا سيلباجي، ها أعوذ بالله ما الشيطان الرجيم، بسم الله، أشكون؟ أشكونك أنت؟ ها؟ أنس ولا جان؟ يا سيلباجي خريجي من يخوف برحمة أبوه. يا ولدي يا ولدي، جيتك بجاه ربي، قل لي شكونك؟ لا نحط على ساقية ونهرب لك. بسم الله الرحمن الرحيم، بحيث ناقصني كباش نحارب العبابة والجنون. أنا يا سيداجي راني مصطفى بن جعفر الجريجي. آه سي مصطفى، تاش تعمل هوني؟ اش تعمل في قاع البير يا راجل؟ تيش بيك وقاع لك كيما هاك السيد الآخر؟ الله غالب يا سيداجي، جيت للبير جرب في ساعتي يا في ساعتي كم واني اي ما هو سبحانه يبيتها في شان ويصبحها في شان. اي ماك ضربت عاد الكرسي باش تسلطن وتتبحبح، اي برا عاد هاك تبحبحت فرد مرة. وكيف عادتنا نرجع بكم اصدقائنا المشاهدين لذاكرة التلفزة، وتوا نسمو حكاية من حكاية عبد العزيز العروي. مسيكم بالخير. يحكي وفي غريب الزمان على جماعة يسيحوا ويعيتوا، اسمع يلي تسمع، قال لك يسقط التجمع والتجمع الفساد. هيا سيدي هم هما يسيحوا يسيحوا وحياتهم كاملة هم يسيحوا، ومن غير ما نطول عليكم ريقهم شاح وصوتهم بحاح. هيا كيف عياه وعاد نقولوا احنا حبوا بركة خيركم يستقاتوا. قعدوا يتعشاو مع نايب رئيس التجمع المنحل باش يعلمهم كيفاش من باب التربية ياكلوا وفامهم مسكرة، وما كذبوش ناس توك يقالوا يرحم من قرى ورى. وتوا نمروا لمجموعة معارضة ستارز بقيادة الفنان والمايسترو حمى الهمامي. ايه هتصول مسرش، احنا بطبعات مع الشيس الصول ناك حمى الهمامي عياد بيه الخطوات، حكومة في مهب الريح، تحلم بعض الرطوين وراهي ديما في الحنديرة، وزيد مع الأيام وعدونا برش أحلام صنع الأوهام والماشي. آه يا طويكة يا حاكم ما تنسى الاعلام، رد بالك ما تنساش. اه يا طريقة يا حاكم ما تنساش الاعلام، رد بالك ما تنساش. ونوه يا شعب يا مغبون يلي غموك نعرفتك ثاير توا حاير عملوا لي شاير. اوه يا راضية انا كلبي معبي على الحكومة ناك حمل مني قول لك علاش حكومة علاش. يحكم علاش كرسي ولا سلطان، زيدوا في التسعيرات والزوالي دي ملتالي، علاش الدستور فقير من غير فصول، دي وين الحلول يا راضي اقول. اه يا طريقة يا حاكم ما تنسى الاعلام، رد بالك ما تنساش. اه يا
طريقة يا حاكم ما تنساش الإعلام وبالك ما تمساش ونوه يا شعب يا مغبون يلي غموك نعرفتك ثاير وتوا حاير عملوا لي شاير زايد معاك في النقشات يا حمى. هكا نكون وصلنا لنهاية حصتنا. الناس تو وتصبح على خير.